Salut, comment allez-vous avec vous, monsieur Mohamed Elgouari, professeur de langue française? Habaibi, طلاب ثانية ثانوي مع devoir numéro 6, devoir comme 7, في notre premier semestre, الترم الأول, oui, الوحدة الأولى, ça va, le club des citadins. Le club des citadins, أصدقائي في السكن. تعالوا نشوف مع بعض notre devoir numéro 6, بيتكلم عن النهاردة. Examen, نموذج امتحان. أميرة ورهام. أميرة بتقول لها بونسوار رهام. كو في تون بير؟ ماذا يعمل والدك؟ قالت لها بونسوار أميرة، مون بير إي ميديسان. إل ترافاي دانز أن غران أوبيتال. بيعمل في مستشفى كبيرة. كالي لا بروفيسيون دو تا مير؟ ما مهنة الأم؟ ما مير إي فارماسيان. إي توا وأنتي كاسك تو يام أتر تحب تكوني إيه؟ قالت لها جورناليست كوم مون أونكل. صحفية مثل خالي أو عمي. ريهام بارل، ريهام هنا بتتكلم عن البروفيسيون ولا الباسيون ولا سويي ولا دو كاركتير. كاركتير يعني شخصية، أمنيات، ميولها والمهن. هتختار طبعا عن البروفيسيون، بتتكلم عن البروفيسيون يعني المهنة. لونكل دو ريهام ترافاي دون، بيعمل عمها فين؟ قالت أو خالة بتقول كومون أونكل جورناليست، يبقى بيشتغل في مجازان محل، اوبيتال مستشفى، فارماسي صيدليه، ا مجازين مجله. ريهام ايم اتر؟ ريهام تحب تكون فارماسيان جورناليست طبعا. من هنا دو ريهام بريفير لو ميديكامون، من يفضل العمل في الدواء؟ قالت مون بير اي ميديسان، يبقى لو بير الاب. كومبرينسيو تري سامبل، ما فيش اسهل من كده. دو كومو دو كل بروفيسيون فوزيمي، ايه المهن اللي انتوا بتحبوها؟ ده سؤال موجه لمجموعه من الاصحاب. ادم بيقول 15 ans، عنده 15 سنه. جيم اتري بروفيسور كوم مون بير، بحب اكون دكتور زي بابايا. اما ليا 16، جيم اتري فارماسيان كوم مون مير، بحب اكون صيدلانيه زي الام. ليو عنده 17 ans، جيم اتري ميديسان كوم مون اونكل لويس، احب اكون دكتور زي عمي لويس. اما زوي، جيم اتر جورناليست كوم ما مير او كوم ما تونت ماري، احب اكون صحفيه زي تونت ماري. سي بيرسون بارل، هذه الاشخاص تتحدث عن ايه؟ تعال نشوف الاسئله. دون فيت دي غويزي، حفله نكريه. دو لور ليو بريفيري، المكان المفضل ليهم. دو لور سويي، يعني الامنيات بتاعتهم. دو لور اكتيفيتي سكولير، عن الانشطه المدرسيه طبعا. دو لور سواي، دو لور سواي يعني الامنيه او التمنيات بتاعتهم. ماري اي لو تونت دو، ماري هي عمه زوي. لونكل دو ليو، اي لونكل دو ليو بيعمل فارماسيان. ليو ايم اتر كوم، ليو يحب يكون مثل جيم اتر فارماسيان كوم مامير. سافا اكس كوزوم موا، هنا جيم اتر ميديسا كوم مون اونكل، كوم مون اونكل ميديسا ليو، لونكل دو ليو باردون، هنا ميديسا. اما هنا ليو ايم اتر كوم، ليه تحب تكون مثل، هنشوف ليه بتقول جيم اتر ميديسا كوم مون اونكل لويز، يبقى سون اونكل. نخش على السؤال اللي بعد كده، سؤال لي سيتياسيون، الموقف. اول سيتياسيون بيقول ايه؟ pour demander le projet d'un ami pendant le week-end. اللي كانت تتحدث عن افكار صاحبك يوم الاجازه. تو دي، هتقول عنه. جيم الي او سينما. كال بروجي تو في لو ويكند؟ كال جور اي لو ويكند؟ كاسكو ال في لو ويكند؟ هنا بيقول لي، بتسال صاحبك عن افكاره في الاجازه، تقول له كال بروجي تو في لو ويكند. تو ديكري لو ترافاي دو بيلوت. ديكري معناها توصف، اكتب معايا. عشان توصف عمل البيلوت الطيار، هتقول ال كوندوي ان افيون. كوندوي ده فيرب اسمه كوندوير، يعني يقود. تو ديموند ان امي لا بروفيسيون بريفيري دو سا سور، تسال صاحبك المهنه المفضله لاخته. ال دي هيقول كاسك تو في، هو يسالني نو طبعا. ال ام اتر ميديسان، تحب تكون ميديسان. انا ميتو ديموند بوركوا تو فا شي لو دونتيست، صاحبك بيسالك ليه هتروح عند الدونتيست. تو
تدي هتقول له في الإجابة جمال دون عند ألم في الأسنان. منار إيه؟ بومبيي، انفيرميي، بولونجي، أفوكا. طبعا يا جماعة خلي بالك أن مهنة بومبيي ومهنة الميديسان مهن لا تؤنث، يعني مش بتاخد او في الاخر لكن تنفع مذكر ومؤنث. لكن انفيرميي المؤنث منها انفيرميير، والبولونجي بولونجير، والافوكا افوكات. لكن نختار مع بعض بومبي. اي تا بروفيسيون، ما هي مهنتك؟ كيل اي تا بروفيسيون؟ مون بير برون مترو، مع فيرب بروندر تسبق وسائل المواصلات بلو ولا والا بوسوفولي، وهنا مترو مسكولا لو مترو. سبعة، ست فم، هذه الامرأة فم، اي ميديسان فارماسيان انفيرمي اكتر. قلنا ان كل المهن ممكن تحول لفيمينا ما عدا ميديسان و بومبي. جي في او ليسي اوتوبيس، اي وسائل مواصلات بنركب جواها، تاخد اون تاكسي اون مترو اون بوس اون تران اون افيون، اي وسائل مواصلات بنركب عليها يجي قبلها حرف الجراءة، زي اموتو، افيلو، ابيسيكليت، اشيفال، ابي. اي وسيله مواصلات تسبق باداه لو او لا او او ان ارتيكل بشكل عام يجي قبلها بار، بار معناها بواسطه، بار لو تاكسي، بار لا موتو، سواء بنركب جواها او عليها. لكن لو جالك فيرب بروندر دايما لا ياخذ حرف جر لكن ياخذ ارتيكل اداه، تقول جي برون لو تاكسي، جي برون لا فواتور. هنقول هنا اون اوتوبيس. J'habite 30 rue Pasteur. J'habite le 30 rue Pasteur. تسبق الأرقام والأيام بأداة المعرفة le لأن هي مذكر. Profession كلمة فيمينا دائما leur ma و vous و ton. تبقى طبعا ما الوحيدة التي تتناسب مع الإجابة. نيجي للميل. الميل يا جماعة من الأسئلة اللي أنت دائما قلقان منها. طول ما الفوكابلور عندك بأمان إن شاء الله الميل هيكتب كويس جدا. الميل معايا هخليك تفهمه وتكتبه لوحدك من غير حفظ، عن طريق فهمك هو عاوز ايه منك في السؤال. كومون يعني كيف، كومون اي تون بير كيف يكون والدك، كالي سا بروفيسيون ما هي المهنه بتاعته، او ال ترافاي واين يعمل. احفظ معايا ادوات الاستفهام هترتاح. كومون اي تون بير ببدا الاول بكلمه سالو واقول مون بير اي بيلوت، والدي يعمل طيار. كالي سا بروفيسيون، طبعا ما هي المهنه، هتقول ايه الي بيلوت. قلنا طبعا الاجابه في الاول مون بير اي بيلوت، الي مثلا اكتيف او الي سبورتيف رياضي، او ال ترافاي انا يعمل ال ترافاي، هو يعمل ال ترافاي على ايروبور. A plus. Parle de trois professions. تكلم عن ثلاثة من المهن الهامة. مديني قول لي نوع دو بروفيسيون، قول لي اسم المهنة. ناتور دو ترافاي، طبيعة العمل. ليو دو ترافاي، مكان العمل. هتقول لي في أول فراز، هتقول مثلا أول حاجة لو بيلوت، الطيار لو بيلوت، كوندوي يقود، l'avion à l'aéroport. تاني مهنة le professeur، le professeur المدرس، explique بيشرح، la leçon الدرس، à l'école في المدرسة. هناخد كمان مهنة le سافا ميديسان، الطبيب لو ميديسان، سوانيا يعالج، لي مالاد المرضى، على اوبيتال. اوكي يا جماعه، يبقى بيقول لي اكتب ثلاثه من المهن. لو بيلوت كوندوي لافيون على ايربور، الطيار يقود الطائره في المطار. Le professeur explique la leçon à l'école. المدرس يشرح الدرس في المدرسة. Le médecin soigne les malades à l'hôpital. المدرس بيعالج المرضى في الأوبيتال المستشفى.
تمام كده يا جماعة. كده نكون وصلنا لنهاية دوفوار نيميرو 6، دوفوار رقم 6. ميرسي بورتوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تشاو.